مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، والحقيقه معانا يعني خبر جميل برضو حابين نعرف عنه تفاصيل اكتر. مطار الغردقه يستقبل اول رحله قادمه من بريطانيا بعد قرار الحكومه البريطانيه برفع حظر السفر لعده دول منها مصر. حابين طبعا نعرف تفاصيل اكتر، ودايما بيفيدنا في هذا الشان معانا على الهاتف الاستاذ رامي فايز، عضو غرفه المنشات الفندقيه والسياحيه بالبحر الاحمر ومرسى علم. صباح الخير استاذ رامي. اهلا، صباح الخير يا استاذ يوسف. صباح الخير استاذ المشاهدين. اهلا بحضرتك زرامي. الحقيقه طبعا يعني معانا خبر جميل جدا، فحابين نعرف من حضرتك يعني اهميه السوق السياحي البريطاني عشان يعني المشاهدين يبقوا على درايه اكتر بهذا الموضوع. السوق البريطاني بالنسبه للسياحه السياحة المصرية يوسف سوق مهم جدا جدا، لأن السائح الإنجليزي متعود هو ينزل مش بس على غردقة وشرم ومرسى علم، ولكن من النوع من السياح دول اللي هم بيتحركوا في كل مصر. بيحب دايما السياحة الشاطئية، بيحب السياحة الثقافية، بينزل على الأقصر أسوان، بيعمل نايل كروز المراكب، بينزل على القاهرة، بيبقى السائح متجول في كل مصر، ما بيبقاش فقط لغير منصب في المنتجع أو الفندق بتاعه في على الشواطئ المصريه. فده بالنسبه لنا ده بيبقى سائح مهم جدا، سائح الانفاق بتاعه انفاق عالي، مش زي بقيه مثلا في جنسيات معينه بيبقى الفوليوم بتاعها كبير قوي لما بتنزل مصر، ولكن انفاقها بيبقى قليل. ده بيجي لنا حوالي 1,000,000 سائح انجليزي كانوا في السنه لغايه 2015. ان شاء الله اول طياره كانت وصلت امبارح على مطار الغردقه ومطار شرم الشيخ، وجدنا النهارده الصبح بدري ان شاء الله ان هم هيبتدوا يزودوا الطيارات تباعا حوالي 10 طيارات في الاسبوع ان شاء الله ستارتنج من نص على 11. يا رب ان شاء الله على خير يا رب. طبعا يعني هذا القرار اكيد ليه تاثير يعني من جانب المصري، وطبعا هي اهم يعني الاجراءات الاحترازيه طبعا اللي حصلت وخلت ان الدول يعني ترفع الحظر عن مصر، فحابين نعرف يعني من حضرتك الاجراءات الاحترازيه طبعا اللي بتحصل في المطارات وفي الفنادق والمنتجعات يعني، واللي كان ليها تاثير لتشجيع الجانب البريطاني يعني. اهم اجراء صراحه احنا اتخذناه يعني كحكومه مصريه هنا في قطاع السياحه سواء غردقه او شرم الشيخ، تعطيل كل العاملين بالقطاع السياحي المتعاملين بصوره مباشره او بصوره غير مباشره مع اي نوع من انواع السياحه في مصر. تم تطعيم حوالي 99.9 في قطاع البحر الاحمر بالكامل. عندك جنوب سيناء سواء شرم الشيخ دهب وطابه ونويبع تم نفس الموضوع. اللي دلوقتي الفنادق وكل العاملين اللي فيها اي حد طعم بيتحط على اليونيفورم بتاعه باتش ان هو فاكسينيتد ان هو الطعم، تحس ان السائح لما يجي يتعامل معاه يبقى يتعامل معاه باريحيه وواثق ان احنا دلوقتي يعني حافظنا عليه وخايفين عليه مش خايفين منه. فطبعا ده كان من اكبر البوينتس الدافعه لعوده كل انواع السياحه الحمد لله لبلدنا. معظم الجنسيات خلاص ابتدت ترجع لمصر، فان شاء الله احنا متوقعين موسم كويس السنه دي باذن الله. يا رب ان شاء الله يا استاذ رامي. طيب وبرضه بعد الاجراءات اللي حضرتك قلتها والالتزام بها يعني حابين نعرف يعني ردود الافعال من السائحين ذات نفسهم، هل برضه بيقولوا ردود افعال معينه، هل بيوصلوها برضه لبلدهم؟ حابين برضه حضرتك تفيدنا في هذا الشان. بص، هو الرد على سؤالك ده يوسف يعني ما كانش مثلا السياحه الانجليزيه لسه نازله امبارح يبتدوا النهارده يزودوا عدد الطيارات. ما كانش السياحه الروسيه ابتدت الحمد لله نشكر ربنا الشهر اللي فات، النهارده طالبين يبقى حوالي 60 طياره في الشهر، من طياره واحده ابتدت ل 60 طياره في الشهر. السياحه الالمانيه نفس الموضوع، كان من 4 طيارات ل 18 طياره، يعني الدنيا في ازدياد. طالما انت بتزيد ان شاء الله حتى طياره واحده بين العدد اللي بدايه لغايه النهارده يبقى انت ماشي الحمد لله. ده معناه كويس الحمد لله، يا رب تكمل على خير رب ان شاء الله. طيب حابب برضه حضرتك تشاركنا يعني هل هناك اسواق يعني سياحيه غير تقليديه استاذ رامي مستهدفه طبعا لاحداث تنوع يعني عشان برضه ما نتوقفش امام الاسواق التقليديه؟ السؤال ده سؤال مهم جدا، لان يعني احنا مثلا سيف السنه من حوالي 3 سنين كان في ازمه ما بيننا وبين ايطاليا لظروف سياسيه، تم وقف السياحه الايطاليه استعوضناها مثلا بسياحه ثانيه. لما السياحه الروسيه حصلت مشكله الطياره في 2015 تم يعني تعويضها باسواق ثانيه جديده. عندنا ان شاء الله بعد السياحه بعد جائحه كورونا دي ما تنزاح ان شاء الله عن الدنيا كلها، احنا مركزين جدا جدا على السوق الهندي، مركزين جدا جدا على السوق الصيني ان شاء الله، لان الفوليوم بتاعهم عالي جدا يبتدي يعوض لي شويه اي فجوه او جاب تحصل من نقص سوق معين، لان النهارده نشكر ربنا بلدنا بيوصلها من 12 ل 13 مليون سائح.
فمعنى ان السوق معين ده من غير كمان سياحه روسيه، السياحه الروسيه كان ممكن يوصل ل 4 و5 مليون سائح. فان شاء الله باذن الله يعني كل خير لبلدنا يا رب يا رب، وهتشوف بلدك في حته تانية خالص سياحيا على اخر يا رب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله استاذ رامي. وطبعا يعني لحضرتك بتحكيه ده في ظل الظروف والجائحه اللي احنا بنمر بيها، طبعا يعني ده فخر لينا، وان شاء الله تكمل بالف خير ونرى السياحه ترجع يعني سبق عدها واحسن يا رب ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بشكرك جدا وبشكر وقت حضرتك الأستاذ رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر ومرسى علم. بشكرك، شكرا جزيلا.